الله معكم مشاهدينا بالفقرة الثانية من برنامج نور جديد عبر نور الشرق مباشرة على الهواء لغاية الساعة 1 الظهر. رح نترافق بمواضيع متنوعة. بصرنا نرحب بضيف هو من أهل البيت وهو سعادة السفير شربل منصور اصطفان الذي انضم إلى السلك الدبلوماسي عام 1980 حيث تجاوزت خدماته السنوات 37 وتقلب خلالها في مناصب عدة أبرزها قنصلا للبنان في موريال كندا ثم نائبا لرئيس البعثة في سفارة لبنان في أوتاوا ثم قنصلا عاما في جوهانسبورغ وقائما بالأعمال رئيسا للبعثة في بريتوريا جنوب أفريقيا وبعد رفع التمثيل إلى مستوى سفارة عين بعد ذلك سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية في الخرطوم ثم سفيرا في بودابست هنغاريا وتوج مسيرته الدبلوماسية سفيرا للبنان في روما وسفيرا غير مقيم لدى كل من جمهورية مالطا وجمهورية سان مارينو حيث أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية وكلف بمهام دبلوماسية خاصة في كل من كوت ديفوار وكوبا وقطر. شغل السفير اصطفان منصب مندوب لبنان المعاون الدائم لدى المنظمة الدولية للطيران المدني في مونريال وترأس وفد لبنان إلى الجمعية العامة لمنظمة UNCTAD في جوهانسبورغ وتسلم دائرة فلسطين في وزارة الخارجية والمغتربين وترأس دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين أيضا كما وشارك كعضو في وفود لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وغيرها طبعا من المناصب رفيعة المستوى. أهلا وسهلا فيك سعادة السفير شربل اصطفان. يعني اسم الله سيفي طويل ما بنقدر كله نجيز يعني نختصره على الهواء ولكن ربنا يزيدك من نعمه وهالسلام الموجود برجالات مثلكم اليوم عم ترفعوا اسم لبنان أينما حللتم. أهلا وسهلا فيك. شكرا لإستضافتك. شكرا سعادة السفير. دايما منشوف بمهماتكم الدبلوماسية خصوصا بتركز على الخرطوم على تجربتكم بجنوب أفريقيا. شو السر؟ نعرف كتار من الدبلوماسيين بيركزوا على الدول العظمى على الدول يلي عندها هالقد نفوذ. هل هالشي نابع من إيمانك بالرب وهالقد نحن قادرين نحل سلام أينما وجدنا؟ لا ما بفضل هول البلدين على البلدين الأخرى. يعني مش ممكن. كنت آخر مركز استلمته هو سفير لبنان بروما. نعم. يعني إيطاليا هي البلد اللي عنده علاقات اقتصادية بلبنان قديمة وهي يمكن تعتبر الأولى بالعالم. نعم. وإيطاليا هي إيطاليا يعني ما فينا نحكي شيء عنها كلنا بس معروفة من اللبنانية. كمان كانت ببودابست بهنغاريا كمان اللبنانية بيعرفوها بيترددوا عليها هي وتشيكيا والمنطقة هونيك. كمان مرأت بكندا ما في لبنان ما في بيت لبناني إلا ما في مغترب بكندا مغتربين بكندا. هيدي البلدين معروفة معروفة من اللبنانية بس بركز على السودان أو على جنوب أفريقيا. نعم. لأنه أول شيء مش هالبلدين مش كتير معروفين من اللبنانية أو إذا معروفين بس مش بشكل دقيق. بعدين خلال مهمتي بهالبلدين كسفير تم التوقيع على اتفاقية السلام. يعني صار في أحداث غير اعتيادية وما بتتكرر وصار عندي فرصة أنه التقي بشخصيات إن كانت سياسية أو فنية أو اجتماعية أو ما بيقدر الواحد أنه يلتقي فيهم بظروف عادية. بقى مثلا بجنوب افريقيا بالفتره اللي انا كنت فيها حصل انتقال السلطه من البيض من السود الى من البيض الى السود عفوا وبالتالي
من انا وصغير، نحن وصغار كلنا كنا نحلم بانه نلتقي بشخص مثل نيلسون مانديلا اللي بنسمع عنه انه هو كان ايقونة النضال. نعم. بالعالم. بقى ما كنت بحلم يوم انه روح على جنوب افريقيا والتقي فيه كل يوم ويكون جاري ويجي بيوم من الايام يطرق الباب ويقول فينا نشرب قهوة لبنانية. ايه بقى هيدا حدث كمان ما بيتكرر، وبهيدا الوقت بهالمدة انتقل الحكم بجنوب افريقيا من فترة التمييز العنصري الى فترة ديمقراطية بشكل سلمي مذهل. كنت وتشوفي انه هالرئيس اللي امضى 27 سنه بالسجن، كانوا الكل معتقدين انه راح يخرج من السجن حتى ينتقم، وهو اللي قدر امتص كل نقمه السود بتشكيل لجنه اسمها لجنه المصالحه، اعتراف والمصالحه، اللي بموجبها كل مجرمي الحرب اجوا اعترفوا بجرائمهم قدام الشعب وطلبوا منه المغفرة. بقى انتقل الحكم بشكل سلمي مذهل. هيدي الفترة ما ممكن الواحد انه ينساها. هيدا بعدين قمت بعمل كمان بعتقد هيدا فترة مضيئة بحياة الدبلوماسية، انه كلفوني بهداك الوقت انه اعمل معاملات استعادة الجنسية للبنانيين اللي راحوا على جنوب افريقيا بالقرن التاسع عشر او بداية القرن العشرين. نعم. وبهداك الوقت ما قدروا انه يتسجلوا حتى يحافظوا على جنسيتهم اللبنانية. هل كان في ايجابية بالتعاطي مع هالملف من قبل اللبنانية؟ شوفي بهالفترة اللي تزامنت مع مرسوم التجنيس اللي بموجبه جنسوا بعهد الرئيس ياسر الهراوي حوالي 400 ألف غير لبناني، بقى هيدي عملت خضة بالبلد، وكانوا حابين انه يعملوا نوع من التوازن. بقى مش بغير لبنانيين، انه لبنانيين يستعيدوا جنسيتهم. عندنا شي 30 ألف لبناني بجنوب افريقيا، ما في منهم مسجل يمكن 400 او 500، والباقيين منهم مسجلين. نعم. هودي لهم حق بالجنسيه، بس لظروف عائده بهداك الوقت، ظروف صعبه كانت لانه ما كان في عندنا سفاره، وبالتالي كانوا بسبب التمييز العنصري وظروف اخرى ما قدروا يروحوا يتسجلوا بالبعث اللبنانية حتى يستعيدوا الجنسية. بقى بهالفترة اللي كان فيها انتقال الحكم من السود الى البيض، من البيض الى السود عفوا، كانوا متخوفين اللبنانية انه يضطهدوا او انه في تداعيات عليهم. تداعي اوكي. بقى كانوا عم بيوجهوا نداءات للسلطة اللبنانية بهداك الوقت انه اعملوا معروف ساعدونا حتى نستعيد جنسيتنا حتى نرجع على لبنان. وبهيدي الظروف انا رحت لهونيك حتى اعمل الطلبات واستعيد حتى جنسية. حتى سعادة السفير يعني بوقت يلي كنت حضرتك موجود، اعلن البنك الدولي بحينه، يعني عم نحكي بسنة 2005، انه بالعام 2007 سيصبح السودان اغنى دولة افريقية. صح. للأسف. صح. لك لليوم وين صرنا بقى. هل الاحداث المفصلية يلي كنتوا شاهدين عليها اليوم، واليوم مش من فترة بعيدة يعني شفنا البابا فرانسيس قداسة الحبر الاعظم يقبل ارجل الزعماء يعني وقف هدر ونزف دماء الابرياء ووقف الحرب، هالقمة التواضع بقى، كيف بتقدر تقلنا قديش كان بوقتها الى دور الجاليه اللبنانيه في تفعيل الوضع الاقتصادي في السودان؟ ايه هلا البلد الثاني، انت هلا اني عم تحكي عن السودان، السودان اليوم اللي عم بيشهد مرحله
مرحلة صعبة بانتقال السلطة كمان من رئيس البشير إلى الديمقراطية، لأنه الفترة اللي كان فيها رئيس البشير كانت فعلا فترة كتير كتير صعبة مرت على الشعب السوداني. أنا كمان بركز على السودان لأنه الفترة اللي أنا تعينت فيها بالسودان سنة 2003 شهدت خلال 2003-2005 مفاوضات كمان بين النظام وبين المعارضين وخصوصي بين الشمال والجنوب لتوقيع اتفاقية سلام تنهي حرب دامت 21 سنة. وبالفعل ب9/1/2005 تم التوقيع على معاهدة السلام بين الرئيس عمر حسن أحمد البشير الذي أطيح به مؤخرا وبين جون غارانغ اللي كان زعيم الجنوب، وهو الجنوب بهداك الوقت كان جزء من الشمال، كان جزء من 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 السودان ككل. للأسف وقتها جون غارانغ وقع اتفاقية السلام بنيفاشا بكينيا ونحن كنا شاهدين على هالتوقيع على أساس أنه البلد ينهي مراحل سودة من الحروب دامت من 1956 يعني تاريخ حصول السودان على استقلاله لغاية 2005، يعني حروب متقطعة وخصوصا آخر حرب اللي دامت 21 سنة. للأسف من بعد ما جون غارانغ وقع على معاهدة السلام وكان سيستلم نيابة رئاسة الجمهورية اغتيل بسقوط طيارة الهليكوبتر وقتل في ذلك الوقت. في ذلك الوقت بقى بهالمرحلة أنا وقت رحت على السودان ما كان في غير شي 20 لبناني وشي 5 عيال مش أكثر، بينما قبل كانوا على أيام جعفر النميري حوالي 5000 لبناني. شو كانت الأعمال اللي بيلتزموا فيها اللبنانية بالسودان؟ لا المهم اللي بدي أقول لك إياها إنه وقت اللي حكيت عن البنك الدولي قال ستكون السودان بعد عامين أغنى دولة أفريقية. السبب إنه السودان نحن ما بنعرف كثير أهميتها، السودان هي أغنى بدون أي شك هي أغنى دولة عربية، بس للأسف بسبب عوامل عديدة ومنها الفساد ومنها أمور كثيرة الصراع والحروب ما قدرت السودان تاخذ موقعها الاقتصادي على المستوى الإفريقي والعالمي. بقى بمرحلة سلام توقع البنك الدولي إنه السودان فعلا تقوم بنهضة اقتصادية تجعل منها أغنى دولة أفريقية، ولكن للأسف ما قدرت وصلت لهالمستوى لأنه كان في مقاطعة دولية ولأنه كان الرئيس البشير يعتبر من دول الممانعة، وضعوا عليه حظر اقتصادي ومالي إلى آخره، لذلك ما قدرت توصل لهالمستوى. نعم. وبسبب هالمعاناة كلها الشعب تحرك مؤخرا مثل ما شفتي وعمل انقلاب على الرئيس البشير واضطر انه مجلس العسكري يستلم الحكم الى اخره. نعم. سعادة السفير، قبل انتقالكم الى المركز الجديد في بودابست المجر، يعني تذكرت المقولة اللي رددتها حضرتك أمام العديد من الأصدقاء السودانيين وقلت لهم فيها من يدخل السودان يبكي ومن يغادرها يبكي، بعدك لليوم بتقول هالجملة؟ مش أنا قلتها، هيدي مقولة. نعم. في مقولة ولكن رددتها. في مقولة تانية عن السودان بيقولوا بيروت تطبع والسودان يقرأ، لأنه شعبهم كتير مسقف، يعني نحن ما عندنا فكرة دقيقة عن الشعب السوداني، هو شعب مسقف وكتير عنده من نفسه وكتير عنده عنفوان. والتاني هذه قلتي عنها لأنه قد ما السودان وضع فعلا محزن من نواحي عديدة خصوصي البنية التحتية وعدم وجود أماكن له وفنادق وإلى آخره، الحياة فيها صعبة، الحياة فيها صعبة، لذلك بيقولوا اللي بيفوت عليها بيبكي
واللي بيطلع منها بيبكي. ليش بيطلع منها بيبكي؟ لأنه وقت بتعدي بالسودان وبتحتكي بشعبها المضياف وبحلاوة العيش والحياة الاجتماعية تنبسطي فيها بالرغم من كل المشاكل الاقتصادية اللي فيها. لذلك أنا رددت المقولة اللي بتقول من يدخل السودان يبكي ومن يخرج منها أيضا يبكي. نعم، خلينا ننتقل سعادة السفير إلى مهمة الفرص النادرة يلي حضرتكم بتتفضل بتقولها. ليش تم إطلاق تسمية مهمة الفرص النادرة على مهمتكم في جنوب أفريقيا؟ سبق وقلت لك فرص نادرة لأنه بهيدي الفترة بجنوب أفريقيا حصل انتقال السلطة، يعني نعم. من فترة الأبارتهايد، يعني التمييز العنصري، إلى الديمقراطية. وبهيدي الفترة كمان تسلم نيلسون مانديلا الحكم، أشهر سجين وأشهر رئيس بالعالم، تسلم الحكم. بهاي الفترة حصلت كتير أحداث، يعني حضرنا مثلا، تعرفنا على 52 رئيس دولة. حلو. منهم كاسترو، منهم بنظير بوتو، منهم الملك حسين، ياسر عرفات إلى آخره. 52 رئيس دولة. أوكي. بعدين صار في مناسبات فنية كبيرة، ومن أهم اللقاءات اللي أنا تسنى لي إنه قوم فيها هي اللقاء الأول أو اللقاء الثاني بلوتو البابا القديس يوحنا بولس الثاني، وصار في حفلات أوبرا عايدة لتروا تينور إلى آخره. هيدي ما بتتكرر بفترة زمنية ما بتتعدى السنة أو السنة ونص. حلو. أوكي. بالسودان قلت لك سميتها فرصة نادرة لأنه بلد ما بنعرف فيه إلا حروب من على مدى 30 سنة أو 40 سنة، فجأة بصير فيه سلام وبيبشر بي إنه يكون بنهضة اقتصادية واجتماعية وإلى آخره. بهالفترة قلت لك وقت اللي وصلت ما كانش فيه غير 20 لبناني، مش هيك؟ بفترة سنة ونص كمان صار فيه 40 شركة لبنانية من كبار الشركات عم بتمارس أعمالها بالسودان على كل المستويات، مستوى الموبايل، التليفون الخليوي، العصائر، المياه المعدنية، البناء، العمران. يعني اللبنانية شاركوا بالنهضة الاقتصادية بهذيك الفترة. للأسف ما استمرت لأنه بسبب العقوبات التي فرضت على السودان. نعم. من قبل الأمريكان ومن قبل للأسف الغربيين. سعادة السفير، خلينا ننتقل إلى تجربتكم الدبلوماسية في هنغاريا، في المجر وفي روما. يعني كل تجربة إلى طابعها الخاص، إلى ميزتها، إلى يعني أحداث فعلا مفصلية. نشكر الله هيك في أدوار لعبت بهالحقبة كان إلى وزن الدبلوماسي وكان إلى أيضا مردود إيجابي على لبنان. بقى قد اليوم تأثير البعثة الدبلوماسية يعني شكلا وحضورا وشهادة أينما وجدتم، يعني تقدروا تكونوا عم توصلوا رسالة عن لبنان وبتوصلوا لبنان إلى أرفع المستويات العالمية. يعني السفارة هي بيت لبنان في الخارج، هي بتعكس حضارة البلد، ثقافته، اقتصاده. يعني هي بتبيع أحلى شيء ببلدها، بتبيعه وبتنشره. هيدي واجباتها، وبتفتح بيتها لكل اللبنانيين، وهي اللي بتهتم محل ما في جاليات بتهتم فيهم وبتحافظهم على حقوقهم وبترعاهم. دور السفارة هي الدور اللي بتقوم فيه الحكومة اللبنانية تجاه أبنائها داخل الوطن. السفارة اللبنانية بتقوم تعكس صورة الدولة بكل مناحيها في الخارج. هلأ بروما دورها كبير، لأنه أول شيء إيطاليا هي الشريك الاقتصادي الأول
للبنان للبنان من بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية. بتعرفي إنه نحن قديش بنستورد من إيطاليا، الملابس، العطور، المفروشات إلى آخره. أكيد نحن دورنا إنه نطور هالعلاقات ونعززها، وهذا اللي حصل. هلا بالنسبة لظروف الحلوة اللي مرقنا فيها بهديك الفترة، تم ترفيع غبطة البترك إلى رتبة الكاردينالية. نعم. وهذا كان مرحلة بهجة وحبور وسرور شاركوا فيها كل اللبنانيين بهداك الوقت. بقى هذا اللي بحكيك إياه عن 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 إيطاليا. بالنسبة لهنغاريا، أنا وقت اللي رحت على هنغاريا، بتعرفي إنه كان بلد مغمور يعني، ومش معروف شو مدى قوة العلاقات بين البلدين. أنا بدعي بس اليوم قديش صار في فرق. ايه، انا بدعي بكل تواضع انه بهديك الفترة هو بلد كاثوليكي بامتياز. نعم. وبس رحت لهونيك تعرفت اكثر. كان يقول لي الكاردينال اردو اللي هو رئيس الاساق في هونيك، يقول لي نحن مدينين للبنان. قلت له ليش؟ قال لي لانه اللي بشروا بالمسيحية بهنغاريا من 1000 سنة هن 2 كهنة موارنة، هن بسموهم سريان، لأنه نحن الموارنة نحن الكنيسة السريانية الأنطاكية. قال لي أنتو اللي بشرتونا بالمسيحية، وقبل كانوا ملحدين. أوكي. لذلك نحن مدينين لألكم. بقى بدي منك تشوف لي شو لازم نعمل حتى نشكر هالبلد ونوطد العلاقات معه. حلو. قلت له أهم شغلة تعملها إنك تعمل دعوة لغبطة البترك رأس الكنيسة الكاثوليكية، هو البابا تبعنا، إنك تدعيه وتكرمه. وبالفعل أقمنا نظمنا رحلة لغبطة البترك الراعي، وكان ديجا كان بعده بترك وقت اللي إجا على هنغاريا سنة 2013، وكان منتخب جديد يعني له سنة ونص. نعم. بقى توجه الدعوة لغبطة البترك إلى هنغاريا، يعني إلى اللي بسموها كمان المجر، بدعوة مشتركة من الكنيسة ومن الدولة. حلو. شرف غبطته لعنا، أمضى أسبوع بكامله، ومنح الدكتوراه الفخرية، واستقبل استقبال رؤساء الجمهوريات. يعني لحد هلا بعدهم بيقولوا بهنغاريا ما شهدنا استقبال لشخصيه كبيره اجنبيه اهم من الاستقبال الذي اقيم للبترك الراعي. بقى وبعد بسنه كمان الكاردينال اردو اللي كان هو كمان مش بس راس الكنيسه الكاثوليكيه بهنغاريا، هو رئيس السينودوس لكل أوروبا، له تقريبا شي 20 سنة بيترأس هالسينودوس. كمان غبطة البترك الراعي دعيوا على لبنان وكمان كرموا. وبهالمرحلة مع هنغاريا شو بدي أقول لك شو عملنا؟ يعني صار حصل إنه رئيس ميقاتي بهذيك الوقت كان رئيس الوزارة. نعم. كمان إمنا له زيارة، بالمقابل رئيس أوربان، رئيس الوزراء أوربان كمان اجى على لبنان. وشو كان وعقدنا العديد من الاتفاقيات. بقى بس تخبرك شغله انه هذا البلد قد ما كان يعني معترف باهميه العمل اللي عملناه لتوطيد العلاقات، يعني كرموني، اكيد كرموا لبنان هن من خلالي، بانه منحوني اعلى وسام يعطى لسفير بهنغاريا اعترافا منهم بالعمل اللي قمنا فيه. مش صحيح. انا وحدي، مع البترك ومع كل الشخصيات، رئيس ميقاتي بهداك الوقت، كمان الرئيس ميشيل سليمان بهداك الوقت، كمان اللي زار هنغاريا. هيدي صورة لبنان اللي دايما وهيدا الوسام اللي شايفتيه هون، هو شعارهم هو الصليب. اوكي. انا دائما بحمله، لانه مش بس لانه
هو من هاي الدولة اللي فعلا اللي كانت كرمتنا، ولكن لأنه كمان بيحمل شارة الصليب اللي هو شعار دولة هنغاريا. بقى وأكثر من هيك، وقت اللي أنا تركت قدمونه لأولادي الجنسية الأوروبية. صحيح. كمان يعني من تعبير منهم على هالعلاقات المتينة اللي قدرنا أقمناها بين البلدين. نشكر الله دائما هيك على هالحضور المميز لسعادتكم سعادة السفير شرب الأصفين. يعني ما في بلد مرقت فيه غير ما تركته بصمات واسعة، بصمات تركت أثر إيجابي على لبنان. إن شاء الله هيك بيكون عنا حلقات أخرى معكم نقدر نضوي على مواضيع مختلفة أيضا. بحب أختم معك بهالوقت اللي مرق كتير بسرعة بزمن الصوم، شو كلمتك اليوم بهالمناسبة، خصوصا ونحن في أسبوع الألام، كيف الرب هيك دايما بيرفعنا من يعني كل خطية من كل شر، هو اللي فدينا بدمه، شو بتحب تقول بهالمناسبة؟ نحن أنا قبل ما أنقول هذه، نحن بفترة الصوم هلأ أكيد، ولازم يكون عندنا كلمة بهذه المناسبة. بس قبل بدي أقول لك أنه نحن وقت بنقوم بإنجازاتنا أو أعمالنا برا، نحن بنكون عم ننفذ تعليمات دولتنا. يعني دولتنا وقت بتكون قوية وبتكون موحدة وبتكون يعني فيها استقرار وفيها ازدهار أوكي وفيها تعليمات واضحة، نحن بنكون مرتاحين برا. بقى العمل اللي قمنا فيه برا هو بدعم من وزارتنا وزارة الخارجية، وبدعم من السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية. فإذا التكريم اللي بيصير من خلالنا بس هو بيكون لإلهم وللشعب اللبناني. هلا بالنسبة للصيام، نحن فترة صيام هي فترة توبة شك، وفترة سلام، وفترة محبة. يسوع اللي فدى نفسه من أجلنا، نحن لازم نقدر هالعمل العظيم اللي قام فيه ونقوم بدورنا تجاه المحتاجين وتجاه اخوتنا بالإنسانية، حتى هالعيد فعلا يكون عيد للمحبة والسلام والفداء. بقى بتمنى انا بتشكرك على استضافتك، وبتمنى لك لتيلي لوميير كل الازدهار، وبتمنى للبنان انه هالمرحلة الصعبة الاقتصادية اللي عم يمرق فيها، انه بهمة كبار المسؤولين انه يمر هالمرحلة بسلام ويعود الى ما كان عليه في الماضي، لبنان السلام ولبنان الازدهار ولبنان المحبة ولبنان التسامح اوكي ولبنان سويسرا الشرق. أمين. سعادة السفير بحب أختم معك برسالة خاصة اليوم لكل مسؤول، لكل معني يعني انهاض لبنان من جديد، شو بتحب تقول لهم؟ فعلا لأنه يعني الشعب هالقد شاعر بغبن معين، بقى اليوم كيف فينا نرفع اسم لبنان ونرجع نجمل صورته من خلال الفعل وليس فقط القول؟ هلا اللبنانية متأملين كتير هلأ إني الحركة الإصلاحية اللي عم بقوم فيها العهد، كلنا مؤمنين. نحن كيف مثل ما حكيتك عن مانديلا، انه كنا نحن عم نتطلع على هالشخصية انه يخلص بلاده ويمر بالسفينة الى شاطئ الامان فيها ووصلوا. نحن كنا كتير متأملين بهالعهد انه بس يوصل رئيس الجمهورية انه يحللنا مشاكلنا. هاي المشاكل كانت قبله، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كانت موجودة قبله وإلى فترات من الزمن. إنه العقد اللي عمله فخامة الرئيس مع الرئيس الحريري ومع الرئيس نبيه بري، ثلاثتهم سوا مع كبار المسؤولين عملوا هالعقد حتى هالتسوية اللي سموها التسوية، إنه يخلصوا لبنان وينقذوه ويحلوا له مشاكله. نحن كلنا ثقة بأنه العهد
قادر يقوم بهالعمل، بس مطلوب من كل لبناني انه يكون هو كمان انه هو يتعاون بكل امكانياته حتى تنجح السلطة بهالمسيرة اللي عم تقوم فيها هلا. ان شاء الله كلنا امل بلبنان، فعلا مليان من نعم الرب حتى هيك نرجع نشوف حركة ناشطة للحياة. شكرا لكم سعادة السفير شرب المنصور اصطفان، شكرا لكم مشاهدينا، ولكن بعد هالفاصل منتابع مباشرة على الهواء برنامج نور جديد عبر نور الشرق.